بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر لهما حساب دقيق، حتى بمقدار ثانية يتخلف. الشمس والقمر بحسبان، يعني كلاهما لهما حساب دقيق. أما الخسوف والكسوف، واحدهما وهو الخسوف وقع في هذه الليلة. الخسوف يعني القمر فيها خاء، الكسوف يعني الشمس. القمر إذا أخذ يسمى خسوفا، والشمس إذا أخذت يسمى كسوفا. وكل واحد من الخسوف والكسوف إما جزئي وإما كلي. الجزء يعني في الجملة شوية منه يؤخذ، الكل يعني كله يؤخذ. ثم الخسوف والكسوف أحيانا مرئي وأحيانا غير مرئي. المرئي يعني شنو؟ يعني نشوف. غير مرئي يعني تحت الأرض، تؤخذ الشمس ويؤخذ القمر تحت الأرض، ويسمى بالخسوف والكسوف غير المرئيين. إذا فوق شفناه يسمى مرئي، إذا ما شفناه يسمى غير مرئي. وفي الأحاديث أكو إنه علامة غضب الله تعالى. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما نظم الكون وكون الكون كان يعلم في أي الأوقات البشر يعصون أكثر. الله عالم، يعلم أنه في ليلة 15 من شهر ربيع الثاني من سنة 1398 هجرية البشر يعصي أكثر، يعني في هالأيام أو في فلان شهر في فلان يوم البشر يعصي أكثر. وقت الخسوف والكسوف توقيت يطابق هذا الشيء، علامة لغضبه الأكثر على العصاة والذين يخالفون أوامره. فالخسوف والكسوف ظاهرتان طبيعيتان، لكن توقيت الله تعالى لهما حين خلق الكون طابق وقت معصية الناس أكثر، والله يعلم ذلك فوقتهما حتى يكون علامة لغضبه. في الأحاديث أنه إذا صار الخسوف أو الكسوف فافزعوا إلى مساجدكم، روحوا للمساجد فصلوا صلاة الآيات. من الممكن أن يقول إنسان نحن نشوف معصية لله أكثر في وقت الخسوف والكسوف، صح إحنا نشوف، لكن هل نحن نعرف كل الكون؟ الصين، الاتحاد السوفيتي، وأمريكا، وروس، فرنسا، وأماكن أخرى كلها نعرفها؟ لا. لعله في هذه الأوقات أفرض 4 ملايين من البشر 3 مليارات منهم يعصون الله، والله هو العالم. فمو دليل على أننا ما رأينا في الكويت معصية أكثر أو أقل نقول أنه لا ماكو معصية، لا لا أبدا ماكو دليل هذا الشيء. توقيت الخسوف والكسوف يوم خلق الله الكون وقتهما وأدارهما ونظمهما بحيث يصادف الخسوف والكسوف المعصية الأكثر من البشر. وإذا كانت المعصية أكثر أكو في الأحاديث افزعوا إلى مساجدكم، يعني روحوا المساجد صلوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه حتى يرفع عنكم البلاء. هذه الصلاة تسمى صلاة الآيات، هاي واجبة. الصلاة الواجبة من جملتها الصلاة اليومية، ومن جملتها صلاة الآيات.
وإذا في أول شبابكم ما كنتوا تصلوها لازم تتقبوها. يعني فرضاً الآن عمري أنا 30 سنة، أنا هالسنتين ثلاث سنوات جاء أصلي صلاة الآيات، السابق ما كنت أصليها، الآن يجب علي أن أقضيها تلك الصلوات. أحسب عمري في كل سنة ما يصادف ثلاث صلوات أربع صلوات على أكثر التقدير، فأنا من 15 بلغت الآن عمري 30 سنة، يعني 15 سنة، 15 في 4 60 صلاة آيات أقضيها في أوقات فراغ. صلاة الآيات، آيات يعني شنو؟ آيات جمع آية، الآية يعني علامة، العلامة يعني علامة غضب الله سبحانه وتعالى، صلاة علامات غضب الله. شنو الآيات؟ ولماذا؟ لخسوف القمر، لكسوف الشمس، للزلزلة. انتوا ما شايفين زلازل في الكويت؟ الكويت البلاد البحرية غالبا ما يصير فيها زلازل، البلاد الجبلية يكون فيها زلازل، أحيانا البلاد البحرية ما يصير فيها زلازل، ها لما فيها جبل، السفوح، سفوح الجبال يصير فيها زلازل، جبال وسفوح الجبال وما أشبه. أما الأراضي الشاسعة الواسعة ما يصير فيها زلازل إلا نادرا، وسبب الزلازل هي تحرك الجبل غالبا، يعني انفجارات يصير في داخل الأرض، وهذه الانفجارات تنحر على الجبال، والجبال تسبب تحرك الأراضي المجاورة، هذه السبب الظاهرة والطبيعية لها، أما واقعها غضب الله كما ذكرنا. خسوف القمر سبب الصلاة، كسوف الشمس سبب الصلاة، الزلزلة سبب الصلاة، الرياح الحمراء والسوداء والصفراء. قبل سنتين ثلاث سنوات صارت هنا هالشكل وصلينا عيان، صيفة تريح مظلمة سيئة كلش، سوداء أو حمراء أو صفراء أو ما أشبه، هذه أيضا تسبب الصلاة، وتسبب الصلاة أيضا الهدة. هدة ماكو في الكويت، البلاد اللي فيها جبال أحيانا فرد جبل بطوله يقع، هي يسمى هدة، هذا أيضا يسبب الصلاة. الصيحة، الصيحة أحيانا الإنسان يسمع فرد صياح هائل في الجو، مو برق ورعد لا، وإنما صياح هائل في الجو يسمع، أحيانا يصير هذا الشيء، هذا يسمى أيضا بما يوجب صلاة الآيات. وهذه الصلاة قلنا مثل صلاة الظهر ومثل صلاة العصر ومثل صلاة المغرب والعشاء والصبح، واجبة على كل رجل وامرأة بلغ البلوغ الشرعي، وإذا ما مصليها الإنسان يجب أن يقضيها. وإذا في عائلة الإنسان نساء بنات أولاد ما يعلمون هذا الشيء يجب على الإنسان أن يعلمهم. أما كيفية هذه الصلاة، كيفية هذه الصلاة ركعتان مثل صلاة الصبح. الفرق بين صلاة الصبح أنه صلاة الصبح كم ركوع فيها؟ ركوعان. هذه الصلاة 10 ركوعات فيها، تقول الله أكبر، تقرأ سورة الحمد وآية، تركع، ترفع رأسك من الركوع بلا سجود، آية، تركع، حمد قرأته، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع، رفعت رأسك من الركوع، قل هو الله أحد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع، الله الصمد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع، لم يلد ولم يولد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع، ولم يكن له كفوا أحد، ركوع، كم ركوع صار؟ 5. بسم الله، قل هو الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ترفع رأسك من الركوع تروح للسجدة، 5 ركوعات، تروح للسجدة وتسجد السجدتين ثم تقوم، ونفس الشيء تكرر، قل هو الله أحد، يعني تقرأ سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع، قل هو الله أحد، ركوع، الله الصمد، ركوع، لم يلد ولم يولد، ركوع، ولم يكن له كفوا أحد، وركوع. وقبل هذا الركوع العاشر تقنت، قنوت. هذه كيفية بسيطة لهذه الصلاة.
الكيفية اللي شوية أصعب منها أنه 10 مرات تقرأ الحمد وقل هو الله أحد، حمد قل هو الله ركوع، 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 حمد قل هو الله الخامس أيضا ركوع، 5 حمدات وخمس قل هو الله، 5 حمدات وخمس قل هو الله. كما أن من المستحب 5 قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع، الرابعة قبل الركوع، السادسة قبل الركوع، الثامنة قبل الركوع، 10 قبل الركوع، مستحب 5 قنوتات. هذه مسألة. هناك مسألة أخرى، أن وقت هذه الصلاة حين الانكساف والانخساف، أما إذا صار الزلزل فورا لازم تصلي، أما إذا صار خسوف أو كسوف قال له من أول الليل 6 إلى 9، كل هالوقت اللي صليته لا يخالف. ومن المستحب شرعا والذي لا يعملون به ولا نعمل به أن الإنسان يطول الصلاة من أول الخسوف إلى آخره. يعني هالليلة كم ساعة كانت؟ 3 ساعات. من المستحب يصلي في الصلاة بهالطولها، في ركوعها 1000 مرة سبحان ربي العظيم، في سجودها 10,000 مرة سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا المعدل هذا مستحب شرعا، إطالة هذه الصلاة بمقدار الخسوف والكسوف. أو يقرأ سورة الحمد وسورة البقرة في كل ركعة. الإمام أمير المؤمنين كان يصلي هذه الصلاة ويقرأ بعد الحمد في كل ركعة سورة الكهف نصف جزء، يعني 10 مرات نصف جزء. كم جزء؟ 5 أجزاء من القرآن الحكيم. الحقيقة الأئمة كانوا يرون غضب الله، إحنا ما نشوف، إحنا مثل الأعمى. شوف فرد أعمى هنا كل شيء ما يشوف، يشوف كله ما يشوف، يشوف اللون ما يشوف، يشوف العذاب ما يشوف، كل شيء ما يشوف، أعمى أعمى ما يشوف. إحنا أعمى ونحن أصم، أعمى وأصم، لكن هم كانوا يرون هذه الأشياء الغيبية الواقعية، ولهذا كانوا يخافون. افرض الآن أنت في السفينة قاعد وفرد واحد وياك قاعد أعمى ما يشوف، هل ما يحس بالغرق؟ ما يشوف. لكن أنت اللي تحس بالغرق شلون تخاف؟ وتعرف 4 ساعات خطر الغرق أكو، كل هال4 ساعات أنت فيها الضرام، لأن تشوف أنت ذاك أعمى ما يشوفش، هو لعله يضحك على عقلك أيضا مثلا، يقول أوه هذا الوش. الأئمة كانوا يشوفون آثار غضب الله، وأنه شنو يصير؟ لأن آثار غضب الله سبحانه وتعالى مو معنى الآن الله ينتقم منك في لحظة، لعله صار غضب وبعد سنة إنسان ابتلي والعياذ بالله بالبراز، لا علاج له. وقت اللي الحكومة تغضب على إنسان فورا يلقي القبض عليه؟ أبدا، مو دليل. لعله الحكومة غضبت على إنسان وما ألقت القبض عليه، وإنما بعد أسبوع بعد أسبوعين أحيانا بعد 6 أشهر وأكثر وأقل يلقي القبض عليه، من الممكن هذا الشيء. فكون الخسوف والكسوف من آثار غضب الله مو معنى أن غضب الله الآن يأخذ الناس، لا، مو دليل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الفرار عن حكومته. الله لا وحده واحد، أنت وين تروح؟ يجي فرد واحد عند الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله عظني. من جملة المواعظ الإمام له قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من مملكة الله وعصي الله. أكو مكان؟ أكو فرد مكان تخرج من مملكة الله تعالى؟ ما هو مملكة الله؟ تروح في القمر مو مملكة الله؟ تجي في الأرض مو مملكة الله؟ تروح في البحر مو مملكة الله؟ الله مملكته ممتدة، كل ما تروح مملكة مال الله، كل ما تروح مملكة مال الله. قال الإمام الحسن إذا تمكنت أن تخرج من مملكة الله فعصي، وإذا تمكنت أن تهرب من الله فعصي. الهروب ممكن من حكومة الكويت، من حكومة العراق، من حكومة مصر، من حكومة كارتر، ممكن الهروب، تروح إلى مكان آخر لاجئ سياسي، أو تختفي في مكان وما تشوفك الحكومة ويدورون عليك وما يجدوك، هذا ممكن.
أما هل من الممكن أن تخفى على الله؟ أبدا ممكن. فالله ما عنده عجلة. وهذا الوقت كان فرد أستاذ قصة جميلة. فرد أستاذ كان عنده تلاميذ 20-50 أكثر أقل، يحترم أحدهم أكثر من الآخرين، يحترم أكثر. هذا في الحقيقة أثار فرد موجة من التساؤل وشوية أكثر من التساؤل على أن هذا الأستاذ لماذا يحترم هذا التلميذ أكثر من غيرنا، مما سواه من غيره يعني من إحنا. فرد يوم قال للأستاذ، قال تحترم هذا التلميذ أكثر من عندنا، لماذا تحترمه أكثر من عندنا؟ قال الحقيقة له سبب. قال شنو السبب؟ قال أقول لكم ما هو السبب. ذات يوم جاء إليهم التلاميذ بفراريج دجاج أو طير حمام، كل واحد سلمه طيرا 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 طيرا، وقال له اذهب وانذح هذا الطير في مكان لا يراك أحد واتني به غدا. كلهم جاءوا، سلامنا عليكم الطير المذبوح، سلامنا عليكم الطير المذبوح، سلامنا عليكم الطير المذبوح. هذا الولد المحترم أكثر جاء الطير حي بيده. قال أما قلت لك اذبحه؟ قال إنك قلت اذبحه في مكان لا يراك أحد، إني فتشت وما وجدت مكانا لا يراني أحد. شلون؟ بالسرداب بالغربة. قال كل مكان كان الله معي، قل هو الله شنو؟ أحد، فرآني أحد. قال شفتوا أنا ليش أحترمه أكثر؟ لأنه أكثر من البقية. فكل مكان الله موجود، وكل مكان الله له رؤية، وكل مكان الله له سمع، وكل مكان الله له إدراك من صفات الله، يا مدرك مدرك هذا معنى. والله إنسان ليثر من حكمه طبيعي. فبالأحاديث التي وردت بالنسبة إلى صلاة الخسوف والكسوف إنها علامة غضب الله، مو معنى أن الله إذا غضب يعني في اللحظة يأخذ الإنسان، لا، مو دليل، لأنه لا يمكن الفرار من مملكة الله ولا يمكن الفرار من حكومة الله. كل مكان لله حكومة وكل مكان لله مول. في الأحاديث إذا خسف القمر وكسفت الشمس أو صارت الزلزلة أو الرياح السوداء والصفراء أو الحدة أو الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة فافزعوا إلى مساجدكم. وفسرنا بعض هذه الأمور: الخسوف للقمر، الكسوف للشمس، الزلزلة معروفة، الرجفة أحيانا شايفين أنتم ما شايفين الطائرة وقت اللي تطير فرد ارتجاف يصير في البناء، زلزلة من الأرض تصير، الرجفة مو من الأرض، من الهواء يصير. شوف الآن هذه الغرفة اللي تشوفوها الآن، هذه الغرفة ممتلئة بالهواء، الهواء وخروها من الغرفة فورا البناية تترنح وترتجف. أحيانا يصير في الجو خلاء، كل الأمارات تقوم ترتجف الشكل رجفة رجفة، أرض ما يصير به شيء، أرض صابت على مكانها. يعني أنه من الضروري أفرغ للكويت 1,000,000,000 طن من الهواء. هذا 1,000,000,000 طن يصير 50,000,000 طن، كل العبارات تترنح الشمس. هاي تسمى بالرجفة. الخسوف، الكسوف، الزلزلة، الرجفة، الحد. حد أحيانا جبل يسقط، فإذا سقط الجبل يصير حد يسمى حد. يعني إنسان يشوف أرض مثل أنه مثل كاروك راح هالشكل، يعني جبل ثقيل فيرتفع الأرض أو ينخفض الأرض أو يصير هالشكل نوع، هذا يسمى حد. وشيء آخر الصيحة. الصيحة أحيانا الناس الذين في الجبال يعني بلادهم بلاد جبلية مثل اليابان أو مثل بعض مناطق إيران يصير هذا الشيء عندهم. فرد مرة كل شيء ماكو يسمعون فرد صوت هائل، مو صوت الطائرة، هذا يسمى الصيحة، صيحة السماوية، أحيانا يصير هذا الشيء. وهذا أيضا من أسباب صلاة الخسوف والكسوف. والصاعقة، أحيانا تنزل الصاعقة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة أحيانا تأتي والعياذ بالله وتخترق وتقتل وتحرق مكانات واسعة.
إذا جاءت صاعقة أيضا الإنسان يجب أن يصلي صلاة الآيات، خسوف، كسوف، الزلزلة، الحدة، الرجفة، الصيحة، الصاعقة، الرياح الحمراء والسوداء والصفراء. كم واحد صار؟ 10. إذن أسباب صلاة الآيات، وقد ذكرنا جملة أخرى من الكلام حول صلاة الآيات قبلا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.